مرحبا أصدقائي، الكثير منا يعاني في كتابة مواضيع باللغة الإنجليزية ويتوقف كثيرا ويحتار من أين يبدأ. لهذا السبب سوف نعرف اليوم how to write a paragraph، كيف نكتب فقرة في موضوع باللغة الإنجليزية. ثلاث خطوات بسيطة جدا ومهمة. سوف نعرض هيكلة الفقرات في المواضيع في اللغة الإنجليزية بشكل بسيط لكي تتمكن من كتابة فقرات ناجحة ومؤثرة وذات معنى جميل وشكل ومظهر طبعا رائع. اضغط على اعجاب لهذا الفيديو واشترك بالقناة للحصول على جميع الدروس حين نشرها. هيا لنبدأ. Let's begin. Paragraph Template، هيكل أو إطار الفقرة. هذا الهيكل يحتوي على ثلاث أجزاء أساسية. Make sure your paragraph has three distinct parts، تأكد من أن فقرتك تحتوي على هذه ثلاث أجزاء واضحة. هذه ثلاث أجزاء، تأكد أن كل فقرة تكتبها في أي موضوع تحتوي على هذه الثلاث عناصر أو الأجزاء موجودة في فقرتك لتكون فقرة ناجحة. لنبدأ. Topic sentence، عبارة أو جملة الموضوع، النقطة الأولى هذه طبعا. This sentence is the first sentence of a paragraph and summarize the main idea of the paragraph. هنا تكون بداية الموضوع، بداية الفقرة. هذه العبارة هي العبارة الأساسية والأولى من الفقرة وتلخص الفكرة الرئيسية من الفقرة. سوف نأخذ مثالين في نهاية هذه الحلقة بعد أن نطلع على هذه الخطوات. أرجو منك مشاهدة الأمثلة في نهاية الحلقة لتتمكن من كتابة فقرات مماثلة ذات معنى وفائدة كبيرة. إذن العبارة الأولى هي عبارة أساسية تلخص الفكرة الرئيسية من الفقرة بالكامل. All of the following sentences will add information that expand upon or supports the idea stated here. كل عبارة التي تلي تلك العبارة الأولى سوف تضيف معلومات وتتوسع حول أو تساعد الفكرة الأساسية اللي ذكرناها بالبداية. كل الأفكار راح تجي، راح تتسلسل وتدعم الفكرة الأولى اللي هي تختصر الموضوع. هيا لننتقل للنقطة الثانية والمهمة أيضا في هذه الحلقة. النقطة الثانية هي supporting sentences، الجمل أو العبارات المساعدة. The second sentence identifies the first major supporting detail. العبارة الثانية تشير أو تميز أو تظهر أول تفصيل للداعم الأساسي الفقرة. الجزء الثاني باختصار، الجزء الثاني من كتابة الفقرة سوف تكون جمل تدعم الفقرة الأولى وتوسع فيها. تكون جمل داعمة، نسميها بالجمل الداعمة، تدعم الفكرة الأساسية حيث نوسع في نفس الفكرة للفقرة. وأيضا الثانية والثالثة والرابعة على نفس المنوال. إذن تكون عبارات أو جمل تدعم الفكرة الأساسية لنتوسع بها في محتوى الموضوع. نأخذ الفقرة الأخيرة. Conclusion، النقطة الأخيرة في كتابة فقرة مميزة وناجحة هي الخاتمة. Conclusion، الخاتمة. The last sentence of your paragraph is your concluding sentence. الجملة الأخيرة من كتابة موضوعك هي الجملة الخاتمة. Which quickly ties your supporting thoughts together. اللي باختصار تجمع فكرتك الكاملة من هذه الفقرة بشكل كامل. يعني تربط أفكارك سويا. It also made restate your first topic sentence using different terms. وتعيد أيضا تأكيد جملة الموضوع الأولى اللي كتبناها بالفقرة الأولى بالمقدمة في هذه الفقرة، تؤكدها في الخاتمة وتختم الموضوع بشكل مختصر باستخدام مصطلحات مختلفة عن المصطلحات اللي بدينا بيه. والآن سوف نأخذ مثالين. هذا المثال الأول،
بإمكانكم الاطلاع عليه، وهناك الكثير من المواضيع التي تحتوي على الفقرات. أنا فقط سوف أشير لهم بشكل سريع لأريكم هذه الفقرة مثلا، والفقرة الثانية أيضا هنا يمكنكم التوقف عندها وقراءتها بالتفصيل وتمييز هذه الفقرات أو الخطوات اللي أخذناها في ترتيب هيكلة الفقرة. وفي الخاتمة وصلنا إلى نهاية الحلقة، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم. إذا كان لديكم أسئلة اكتبوها في أسفل هذا الفيديو، وحاولوا الآن كتابة فقرة مميزة ومماثلة بتطبيق هذه الثلاث نقاط ألا وهي البداية، الوسط والجمل الداعمة لها، والخاتمة للفقرة، بحيث تكون فقرة مختصرة وواضحة ومؤثرة في القارئ. أيضا تابعوا دروسنا كل أيام الثلاثاء والجمعة والأحد، سوف نكون معكم في درس جديد. لذا اضغط على اشتراك وفعل زر الجرس وإعجاب لهذا الفيديو، وسوف تصلك الدروس مباشرة حين نشرها. شكرا لكم على المتابعة. كان معكم في الإعداد والتقديم حسين الغالبي. إلى اللقاء.